السلام البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. معكم إيمان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نكمل معكم استعدادات ديال عيد الفطر. كما وريتكم في الفيديو السابق بأنني درت تنظيف البشرة. تنظيف البشرة كما قلت لكم بحال هذاك التنظيف العميق كنديروه مرة في الشهر، أما التنظيف الخفيف كنديروه كل خطرة أو لجوج خطرات في الأسبوع، بالنسبة غير كنحكو وجهنا بالقماش. مهم، هدرنا على ذاك الموضوع، دابا غادي ندير معكم موضوع آخر وهو إزالة الشعر. بالنسبة لي البنات، انا كنحيد الشعر ديالي، كندير لاسيغ، كندير لاسيغ ماشي الحلاوه، كندير لاسيغ سخونه. كاين الناس اللي غادي يقولوا لي شنو هو الفرق بين لاسيغ وبين الحلاوه، ما نكذبش عليكم ما عرفتش شنو هو الفرق بيناتهم، غير الحلاوه كيستعملوها بيديهم كتكون لينه، المهم هما اللي كيصايبوها كيستعملوها بيديهم. لاسيغ انا كنشريها واجده، ما تسولونيش شنو هو الفرق بيناتهم. المهم البنات ما عليناش، ندوزو الموضوع ديالنا. قلت لكم الوجه ديالي المستاش عندي هنايا ما كنحملهمش، وشويه ديال القدومه والحجبان هنايا في الصراحه والفوق كنحيدهم بلاصيغ، هنايا كنحيدو بالنتاف. بعد الخطرات البنات بحال هكا فاش كندير لاصيغ وكلشي كنجلس موراها واحد يومين اولا 3 ايام وكنعاود ندوز عليها. بلاتي نوريكم الموس، كنعاود ندوز على البشره ديالي بهاد الموس هذا اللي كيكون داير بحال هكا، كنحاول ندوز عليها. ولكن هاد الموس البنات ديال الحلاقه صعيب، انا ما كنبغيش نحسن به الشعر ديالي. الصراحه حسنت به الشعر وحسيت به بحال كي كينوض شويه ثقيل، ماشي بزاف ولكن شويه، ماشي بحال لاسيغ. هذاك الشيء علاش قلت ما باقيش غادي نديرها، انما حتى كنحيد لاسيغ كنحيد الشعر وكنحاول نقشر بها فقط البشره ديالي، ولكن من بعد واحد يومين اولا 3 ايام. المهم البنات ندوزو نكملوا الهضره ديالنا. قلت لكم بالنسبه لازاله الشعر من الاحسن البنات الا بغيتوا ديروا لاسيغ لوجهكم او للجسم ديالكم، تحسنوا الوجه او الجسم ديالكم، دائما اختاروا الوقت المناسب. شنو هو الوقت المناسب؟ دائما من بعد الدوره الشهريه، افلوقيته ديال الدوره الشهريه او قبل منها بيومين او 3 ايام ماشي مزيان، لان الجسم ديالنا وكل شدات ديالنا كتكون ماشي هي هذيك. يعني من الاحسن نار مورا الدوره الشهريه ديالنا. من بعد البنات الا بغيتي تحيدي الشعر ديالك بلاصيغ من الاحسن ديريها في الصباح. علاش البنات في الصباح؟ لان البشره ديالنا كتكون مرخيه. بالنسبه الا بغيتي تحسني بالماكينه في الليل، انا في الصراحه كنحيد فقط الوجه ديالي والبيطان ديالي بوحدهم بلاصيغ، ما تبقى كنستعمل غير الموس. لانني واحد الانسان اللي الشعر ديالها دغيا كينوض، الا خليتها بلاصيغ راه غادي نولي انا وراجلي بحال محمد جوج محمد اللي ناسين. اللهم داكشي اش ديما كندير الماكينات ديال الحسانه، وما عنديش باقي الجهد، حتى اللحم ديالي ما بقاش كيصبر ليا على لاصيغ من بعد فاش ولدت، ما عرفتش اللحم ديالي ولا شويه بحال حنين او لا هشيش. المهم البنات من بعد كما قلت لكم من بعد تقشير ديال البشره، الا بغيتي تحيدي الشعر في الجسم او لا في الوجه، دائما اش خصك ديري؟ القماج. علاش البنات كنديروا القماج؟ باش نحيدوا الزغبات اللي كيكونوا تحت الجلد في الجسم ديالنا او لا في الوجه ديالنا. بالنسبه للجسم راه غادي احنا المغاربه راكم عارفين الكيس في الحمام هذاك هو القماش ديالنا. هنايا في اوروبا الا ما كنتيش غادي ديري الكيس، من الاحسن ديري القماش، راه كاينين القماش ديال الجسم، اولا ديري السكر وشويه ديال الزيت وحكي به الجسم ديالك فقط. سمحوا لي، صافي. كما قلت لكم البنات انا قبل ما كنبغي ندير لاسيغ كنحيد كندير تنظيف البشره واحد يومين قبل عاد كندير لاسيغ. البنات ما ديروش لاسيغ وتجيو ديروا ماشي ديروا لاسيغ، ديروا تنظيف البشره وديك الساعه ديروا لاسيغ، لانكم غادي تطيروا الجلده ديالكم، غادي تحرقوا وجهكم، لان البشره كتكون طايبه. تسنى واحد يومين عاد ديك الساعه حيدوا، عاد ديك الساعه تقدروا تستعملوا لاسيغ. المهم دابا البنات طولت عليكم في الهضره، ندوزوا الفيديو ديالنا. قبل ما ندوزوا الفيديو ديالنا، بالنسبه للناس الاول خطره غيكتشفوا القناه ديالي، ما تنساوش تبركوا على زر الاشتراك بطبيعه الحال الا عجبتكم القناه وعجبكم المحتوى ديالها. وبالنسبه للناس اللي كيعجبهم الفيديوهات ديالي ما تنساوش الجيم ديالكم، و الى عندكم اسئله خليوها ليا في التعليقات راه انا كنجاوبكم عليها. وشكرا لكم بزاف ونكملوا الفيديو. هنايا البنات هذه هي الماكينه ديال لاسيغ ديالي، غادي نحلها لكم الفوق حيت كما كتشوفوا كاين فيها لاسيغ
وهذا راه كاين شي كيتحيد اوب بحال هكا، والداخل هذا هو اللي كيسخن، وهنايا راه ما كتجيش فيها لاصيغ البنات، كتجي بلا لاصيغ. على بالنسبه لهذه الماكينه هذه بالنسبه في المغرب راه يمكن كاينه عندكم، غتلقاوها عندكم عند الناس اللي كيبيعوها في المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال التجميل. بالنسبه لنا حنايا هنايا في اوروبا هذه البنات ها هي، راه غادي نخليها لكم باش تشوفوها مزيان بسميه ديالها بكلشي. هذه في الصراحه البنات انا في الاول كنت كنقلب عليها، مشيت لواحد المحل عندنا هنايا في انتهوفن ديال التجميل، فيه هادشي ديال لاسير، فيه صباغه، فيه كلشي، لقيتها عندهم، ولكن الصراحه كان الثمن ديالها تقريبا شي 74 اورو، يعني بزاف. وانا مشيت كنقلب في الانترنت لقيتها في الي اكسبريس بحالها بحال البنات، حتى هذيك قريتها مصايبه في الشينوا، حتى هذه مصايبه في الشينوا بحال بحال، حتى في الكتابه في كل شيء البنات لقيتها في الي اكسبريس ب 15 اورو. غادي نخلي لكم اللينك ديالو الا بقى مازال، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، صندوق الوصف. مهم خديتها كما قلت لكم ب 14 اورو، دابا تقريبا راه عندي عام خدامه بها، ما عمرها خسرات، ما عمرها بالعكس خدامه ليا مزيان. وانتم راه كتختاروا البريز على حسب بالنسبه للناس اللي ساكنين في لندن، او للناس اللي ساكنين في امريكان، على حسب الدور راه كتختاروا، كاين اوروبا وكاين لندن، يمكن كاين او كي وكاين يو اس اي، حتى هما كلهم. مهم غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. بالنسبه للاصيغ انا كنت هذه شريتها من المغرب، هذه جبتها معايا في الخنشه بحال هكا، سمحوا لي البنات على الصدا، الخنشه بحال هكا مكتوبه فيها ايطال واكس، انا مكتوبه سميتها حبيبات الشمع رقيق لازاله الشعر. هذه البنات خديتها في المغرب، خديتها ب100 درهم، ها هي راه فيها كيلو كتشد لك، الا كنتي كتحيدي الجسم ديالك كامل راه غادي دغيا تسالى لك، ولكن بحال انا كنستعملها غير في الوجه ديالي وتحت البيطان ديالي حاشاكم فقط، كتستعمل كتبقى لي مده. المهم هذه كما قلت لكم راه خديتها من الصيف، باقي عندي خنشه بحال عندي هاد شويه، وعندي باقي خنشه بحال هكا عامره كما كتشوفوا. زوينه هي اللي كنستخدم هنايا، اولا تقدري تستخدمي دوك لاصيغ اللي كيكونوا مدورين بحال هكا كيتباعوا في المغرب، وكاين حتى هنايا في هولندا كيكونوا مدورين، حتى هما تقدري تستعمليهم. وبالنسبه لهذه راه هذه كتشريها عند مول الماكياج، اولا عند الناس اللي كيبيعوا هذا الماتيريال ديال التجميل راه كيكونوا عندهم، اولا كولي لا غلاس وخلي العود ديالو هو باش تخدمي. صافي البنات هذا الشيء اللي كاين، وندوزو دابا نوريكم اشنو غادي ندير. اول حاجه البنات غادي نرسم الحجبان، غناخد قلم ديال الحجبان كما بغادي يكون، ماشي بالضروره يكون مهم، المهم وغادي نرسم حجباني باش نحاول يكونوا بحال. غادي نبدا من هنا، ماشي مشكل تعمرهم، المهم تصايبوا لهم الفورما ديالهم. انا صايبت لها دابا لتحت ومن الفوق، هنا البنات دابا انا غير كنرسم كيفاش بغيت حجباني، ولكن من بعد غادي نصحح كل شيء. علاش انا كنرسم حجباني عاد كنحيدهم باش نعرف الشعر اللي بغيت نحيد، حيت بحال قلتو كنحاول نكبر الشعر ديالي. المهم هكا غادي نمشط الشعيرات هنايا الفوق باش يتستواو ليا هنايا من التحت. هنا غير رسمت الحجبان كيفاش بغيتو يكون. غادي نبدا دابا، عندي المرايه البنات كتبين مزيان، وغادي عندي ثلاثه ديال النتاف، عندي هاد جوج من نفس الماركه، سميتها إيليت مودلز. جوج هذا عنده الراس ديالو بلاتي بحال هكا،
وهذا شويه راس ديالو غليظ غادي يبان لكم. وعندي هاد الصغيور ديال اناستازيا كانوا عطاوه ليا في واحد الكيت ديال الحجبان فاش يلاه خرج الكيت ديالهم. المهم هادو كنبقى نشوف الشعرات وغادي نحتاج المقص باش نقص الشعر. المهم البنات انا غادي نمشي نحيد حجباني ومن بعد نرجع نعاود معكم. البنات هنايا غادي ناخذ الطالك نقيت الحجبان ديالي. دابا غادي ندير هنا المسطاش وهنايا لتحت يا على المنظر البشع تعجبني نشوف الشعر اللي حيدتو واش نتوما بحالي ولا غير انا اللي بوحدي هبيله. المهم البنات غادي نعاود عليه باش نفينيه. بغيت نقول لكم ونسيت هنايا البنات حتى هو غادي نحيدو ولكن غيجي ليا صعيب مع الزيف. غادي نحيدو مورا الكاميرا غنحيدو مورا الكاميرا وديك الساعات نعاود نرجع معكم. لا هو لا هنايا حتى انا هنايا ما كنحملش فيه الشعر كنحيدو. غادي نحيدو مورا الكاميرا لانه خصني نحيد الزيف باش يجي ليا ساهل بزاف غادي يعذبني. المهم نتوما كيما قلت لكم دائما كتمشيو مع نمو الشعر. هنايا ما خليتهاش تنشف داكشي علاش ما خليتهاش تنشف مزيان. انا ماشي كلشي تحيدو ليا. هادوك الصغيور اللي خلات ليا غادي اللي خليت زعما هنايا غادي نحيدهم غادي نحيدهم بالنتاف. المهم البنات نجيو للمسطاش. المسطاش البنات انا كندير ليها الطريقه هادي وكتجي ليا سهله. غنوريكم كيفاش كنحيد. كنبدا من التحت للفوق. انا فاش كندير هاد الطريقه فاش كندير من التحت للفوق كنشوف بانها كتحيد ليا الشعر بزاف. يعني كنستعملها غير جوج خطرات باش كتنقي ليا. نجيو للجهه الاخرى حتى هي نفس الشيء. مسطاش هو انا ندير هنايا انا يا بنات كتجيني حاره. نكمل كل شيء ونعاود نعاود نرجع المره الثانيه. كيكون عندنا الشعر قليل
تحت الشنوفه هو وديك السكسوكه ما كيجيوش زوينين انا ما تيعجبونيش ما كنحملهمش داكشي علاش كيعجبني نحيدهم حتى راه خصني نسخن واحد شويه لا سير غنعاود باقي غير على هادو في الفوق هما اللي باقي كاين فيهم الشعر نفس الشيء البنات من تحت للفوق البنات بارك عليا جوج خطرات داكشي اللي بقى غادي نحيدهم بالنتف ما غاديش نحيدهم بزال بلاصيغ المهم البنات هنا فاش ساليت درت واحد القطنه درت فيها شويه ديال الكول ومسحت بها وجهي على حساب ما يخرج فيها فيها الحبوب وما درتش الكول اللي قاصح اللي كيحرق لا غير داك الكول اللي ما كيحرقش ومن بعد غادي ندير هاد لا كريم هادي راه كنت وريتها لكم ديال الدراري الصغار ولكن انا بلاصه البيافين في المغرب استعملوا غير البيافين هنايا بلاصه حيت ما عندناش البيافين هنايا كنستعمل هذه بحال البنات غادي نديرها كلشي في وجهي ونخلي وجهي واحد تقريبا واحد نص ساعه بلا كريم حتى يتهدن عاد ديك الساعات نغسل وجهي وندير لا كريم ديالي عادي البنات هنايا بحال هادوك الكوريين هما اللي كيديروا هاد المكياج ابيض المهم درت البوماده دابا اش غادي ندير غادي نشد المشطه وغادي نحاول نمشط شعري شعر حجباني للفوق ونقطع الشعيرات اللي طوال بزاف ما نقطعش فيهم بزاف غير كما قلت لكم الشعيرات اللي عندي طوال بزاف وهذا الاخر ما نحاولش نوصل ليه حيت ما عنديش فيه الشعر بزاف ما غنحاولش نقطعه بزاف نمشيو للجهه الاخرى حتى هي نفس الشيء طلع حجباني الفوق الشعر ديال حجباني طلع الفوق ونقص غير شويه صافي هادشي اللي كاين كما كتشوفوا هاد الحجب عندي هو هذاك حتى هو بصراحه ناقص يمكن غير ما تحيدش منه القلم عندي هنايا رقيق انا كيعجبني يكون غليظ نقص منه شويه صافي هانتوما البنات كاينين الناس اللي كيهبطوا الشعر وكيقطعوه فاش كتهبطي الشعر وكتقطعيه كيكون قصير ما كيجيكش زوين من الاحسن طلعيه هكا الفوق وقطعيه الفوق حيت حنا حجبنا سميتهم كنرسمو زعما كنحطو كيكونوا كيكونوا هكا الشعر طالع الفوق ما تيكونش نازل لتحت يعني على حسب التقطيعه ديال الفوق اللي غديري ليه طلعي حجبانك الفوق وقطعي هنايا البنات غنكون وصلنا لاخر ديال الفيديو انا فاش ساليت وغسلت وجهي استعملت الكريم ديالي عاديين كما مولفه ودابا غادي نخلي الوجه ديالي اليوم ما غاديش ندير المكياج فقط ترصيت غير الحجبان ديالي باش يبان لكم المنظر ديالهم كيفاش جاو صافي هادشي اللي كاين البنات كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وكنتمنى تكونوا استفدتوا منه شي حاجه شكرا لكم حتى المره اخرى ان شاء الله باي باي